واستلمت تليفون وأنا في الطيارة. إحنا مثل ما تعرفون طبعاً أقلية في البحرين، إمكانيات المرأة البحرينية ما لها حدود. أنت قاعدة تشتغلين مو لشخص أو لشخصين، أنت قاعدة تشتغلين للبلد ككل. دراستي في البحرين كاملة من ابتدائي لإعدادي، المرحلة الابتدائية والإعدادية كانت في مدرسة الإرسالية الأمريكية اللي هي الرجاء حالياً، ومن بعدها انتقلت لمدرسة المنامة الثانوية. وبعد ما أكملت دراستي الثانوية درست في جامعة البحرين، تخرجت سنة 1985 بكالوريوس إدارة أعمال. أقول لك الصراحة، أنا كانت أيامها بنتي في لندن تدرس الماجستير، واستلمت تليفون وأنا في الطيارة راجع البحرين، قال لي أبارك لك، أنت تم تعيينك في مجلس الشورى وعندك اجتماع وعندك لقاء مع معالي وزير الديوان الشيخ خالد بن أحمد اليوم الفلاني الساعة الفلانية. فطبعاً أنا يعني المفاجأة أنه يعني شلون يعني أنا قلت له حزوفة، أنا قلت له أنا في لندن، أنا برجع بكرة. قال لي أوكي ترجعين بالسلامة. واجتماع كان يعني بعدها بيومين، يعني أبداً ما كنت متوقعة، والموضوع أبداً ما كان على بالي. بالعكس، أنا مثل ما قلت لك أنا كنت توني مستلمة الشغل في الجمارك، وكنت يعني كنت راسمة خطط لتطوير الإدارة. كان أيامها مع سعادة الوزير باسم الحمر، كان هو المدير العام أيامها لإدارة الجمارك، فكنت أشتغل معاه على تطوير الجمارك والعمل يعني على تطوير العمل فيها، وتعرفين تحديث البوليسيز وهذه الأشياء. فأبداً ما كان في بالي إنه ممكن إنه يكون إن أنا بترك وأروح مجلس الشورى يعني في خلال هذه الفترة القصيرة. طبعاً مثل ما قلت هذه كان تحدي كبير بالنسبة لي إني أنا أدخل للعمل التشريعي. يعني مثل أي مواطن كان يقرأ عن مجلس الشورى ومجلس النواب ونسمع اللي ينكتب، أو يعني نشوف اللي ينكتب في الجرائد نقرأ، لكن ما كان الواحد فعلا يعرف أهمية هذه العمل في المسيرة الديمقراطية فعلا. يعني الواحد لما دخل، أو أنا يعني لما دخلت وشفت الاهتمام، شفت أنت شلون تنظرين للأمور بنظرة شمولية أكثر. أنت قاعدة تشتغلين مو لشخص أو لشخصين، أنت قاعدة تشتغلين للبلد ككل، لكل مواطن في البحرين. القانون هذه إحنا لما نسن أي قانون، أنت قاعدة تنظرين للعمل به لمدة على الأقل 10 سنوات قادمة. أولادنا هم اللي بيتأثرون فيه، وأولادهم وهكذا. يعني دور الأسرة مهم جداً في المجتمع، في المجتمع الصغير وفي المجتمع الكبير ككل. وزيدي عليها أنه أنا في رأيي أنه المرأة هي الأساس. المرأة كأم وكبنت وكأخت وكزوجة، كل الأدوار اللي تكون فيها المرأة هي عمود الأسرة. إذا أنت يعني أخلصتي في تربية هذه المرأة، أكيد أكيد الأسرة اللي بتطلع من وراها بتكون أسرة ناجحة جداً. فبالتالي يعني هذه إيماني الشخصي، وبالتالي أنا يعني اهتمامي بالمرأة والبنت والطفل أحس إنه هذه شيء مهم جداً. يعني فطبعاً كان شيء حلو جداً جداً بالنسبة لي كهالة الإنسانة، وكعضو مجلس شورى من الطائفة المسيحية. إحنا مثل ما تعرفون طبعاً أقلية في البحرين، لكن مع هذا عمرنا ما أبداً ما حسينا أن إحنا أقلية. أنا أقولها دائماً، عمري في حياتي ما حسيت أنه الدين أو ديانتي المختلفة أثرت علي. بالعكس، مثل ما قلت لك أنا كنت من أول بنت ابتعثت من شركة نفط البحرين الوطنية
وهذا شيء جميل جدا. ما فكره وانا مسيحيه ولا مسلمه ولا whatever. كنت اول بنت بتعثوني بعد لدراسه المحاسب القانوني، شهاده المحاسب القانوني، وهذه بعد يعني دليل ان انا ما ابدا الديانه ما اثرت فيني. بالعكس لما كانت تيتي مناسبات دينيه لنا احنا المسيحيين كانت اشوف كل المحبه من الناس ويدعيدون علي ويشاركوني هذه المحبه والاعياد المناسبات. لما تعينت كمدير عام ومساعد مدير عام ابدا ما حد سالني شنو ديانتك او بحث، يعني طبعا بدون ما يسال هو ممكن يعرف ديانتي شنو يعني. فهذه ايضا ما كل هذه الاشياء يعني فعلا تثبت انه في البحرين احنا نتمتع بحريه دينيه ما لها حدود. احنا ما في تفرقه، عمري في حياتي ما حسيت بهذه التفرقه لا قبل ولا الحين. بالعكس المراه البحرينيه انا دائما اقول من اوائل القرن وهي تربت على تحمل المسؤولية. لما كان الزوج يطلع للصيد ويقعد بالشهور تارك البيت، كانت الأم هي اللي تدير البيت كامل، هي اللي تربي الأولاد. فالأم البحرينية والمرأة البحرينية تربت وهي تشوف الأم قوية ثابتة تتحمل هذه المسؤولية. فإحنا الحمد لله إحنا كلنا يمكن تربينا بهذه المنطق، فبالتالي قدرات المرأة البحرينية وإمكانيات المرأة البحرينية ما لها حدود. والحمد لله المرأة البحرينية عندها كل المقومات، إن كانت الشخصية أو إن كانت البيئة اللي حواليها، القانون يدعمها، القيادة تدعمها، المجتمع يدعمها. صراحة الرجل البحريني أيضا داعم للمرأة في كل المجالات. فبالتالي إحنا كدورنا إنه إحنا كمرأة بحرينية أبدا ما نتهاون في إن إحنا نمارس حقوقنا كاملة، إن إحنا نبدع في كل ما نسويه، أي عمل نسويه حتى لو في البيت، حتى لو المرأة ما تشتغل، لكن هي في البيت تبدع في تربيتها لأبنائها، في إدارتها لأمور بيتها، في كل ما تقوم فيه داخل البيت وخارج البيت. المرأة البحرينية هي اليوم يعني بشهادة الجميع هي علم من الأعلام المهمة جدا في محطات يعني تطور المسيرة الديمقراطية في البحرين.